مرحبا بكم طلاب الصف العاشر. كنا قد تحدثنا سابقا عن قصيدة الطين الموجودة في كتاب الأدب وفي المحور العاشر الذي كان بعنوان الإصلاح الاجتماعي، وسنقوم الآن بالإجابة عن الأسئلة المتعلقة بها أو الجزء الأول من الأسئلة المتعلقة بها. في البداية تعرفنا إلى الشاعر إيليا أبو ماضي، متى ولد ومتى توفي وما هي إنجازاته وأين عاش؟ ثم ذكرنا أهم آثاره من ديوان أبي ماضي، الجداول، الخمائل، تبن وتراب، وتحدثنا وقلنا بأن قصيدة الطين هي إحدى قصائد ديوان الجداول. ثم بعد ذلك قمنا بقراءة القصيدة، طبعا قراءة فهم، وشرحنا شرحناها بشكل عام عن الأفكار التي تحملها والمعاني والهدف منها. بعد ذلك انتقلنا للحديث عن البحر الخفيف، وقلنا بأن مفتاحه هي خفيفا خفت به الحركات، ووزنه فاعلات مستفعل فاعلات. تحدثنا عن الجوازات، وطبعا ذكرنا هذا البحر لأنه جديد علينا وقد بنيت عليه قصيدة الطين. السؤال الأول، أذكر أربعة إيحاءات تقدمها لك حواشي النص. طبعا حواشي النص هي كل ما يحيط بالنص وليس من متنه، ليس من أساسه، يعني ليس من ضمن الفقر الموجودة فيه. طبعا العنوان، اسم الكاتب، المصدر، الشروحات، المفسر، الكلمات المفسرة في الحاشية الجانبية، الصور إذا تواجدت، كل هذه الأشياء تسمى حواشي النص. عندما نقول أربعة إيحاءات، يعني ماذا عرفنا، ماذا عرفتنا الحواشي من خلال هذا النص؟ هنا نذكر فقط أربعة. عرفنا من خلال الحواشي، عرفنا العنوان أن النص بعنوان الطين، وعرفنا اسم الشاعر إيليا أبو ماضي، وعرفنا متى ولد عام 1889، ومتى توفي عام 1957، وعرفنا أيضا مصدر القصيدة التي كانت مأخوذة من ديوان الجداول. السؤال الثاني، ما الموضوع الذي يعالجه الشاعر في النص؟ هنا يعني ما الموضوع الذي تتحدث عنه النص؟ ما هي الفكرة التي يركز عليها الكاتب في نصه أو في قصيدته؟ هنا في القصيدة يتناول النص موضوع التكبر، وذلك من خلال استحضار الطين ومحاورته بطريقة افتراضية. هنا في طريقة افتراضية، طبعا الحوار كان من جانب واحد، من جانب الشاعر، ولكنه كان يخاطب الطين كأن هذا الطين هو الشخص المتكبر الذي يتحدث عنه. هذا الطين يمثل الغني الذي يمتلك المال والسلطة ويتعالى على الآخرين، حيث قام أبو ماضي بالرد على هذه الفئة من الناس من خلال المقارنات طبعا التي قام بها من كل النواحي، سواء المادية أو عاطفية ونفسية، ليظهر أن لا فرق بين الغني والفقير، فكلاهما من التراب خلقا وإليه سيعودان. والخلاصة هنا طبعا أن الشاعر كان يدعو للمساواة بين البشر، بأنه لا فرق بين إنسان وآخر، لأنه يمتلك نفس المشاعر ونفس الأحاسيس ونفس الأشياء، والدنيا تشرق والشمس تشرق على الغني وعلى الفقير، كل هذه الأشياء مشتركة، فلن يغيرها هذا الزي الخارجي والغنى والمال. السؤال الثالث، حدد المقصود بالعبارات الآتية بحسب النص، يعني ماذا قصد الكاتب أو الشاعر من خلال هذه الفكرة التي ذكر، يعني معنى الفكرة في النص. العبارة الأولى،
ما أنا فحمة ولا أنت فرقد. طبعا الفحمة يعني إنسان أسود، ولا أنت فرقد، الفرقد هو النجم، هو نجم يلمع في السماء. المقصود بالعبارة هو تذكيره، يعني الشاعر هنا تذكيره للمتكبر بأنهما من جنس واحد، لا فرق بينهما، ليس كل واحد من جنس، يعني ليس الشاعر أسود، يعني هنا طبعا رمز السواد أنه مختلف اللون يعني، ولا هو فرقد نجم كبير لامع، ولا فرق بينهما. والدليل استعماله عبارة يا أخي، قال له في الشطر الأول يا أخي ما أنا فحمة ولا أنت فرقد، بهذا المعنى. ثم الجملة الثانية، كسى الخز جسمه فتباهى. هنا الشاعر ماذا يفعل؟ كان يصف حال المتكبر بدقة، يعني شكل هذا المتكبر عندما يظهر بهذا المظهر الغني، الخز طبعا الخز هو الحرير، عندما يظهر بمظهر الغني المرتدي للحرير فيظن نفسه أعلى مقاما ومرتبة من غيره من أبناء البشر، يتباهى عليهم ويتكبر عليهم. بالنسبة للعبارة الثالثة، لا يكن للخصام قلبك مأوى. طبعا هنا المقصود هو الطلب من المتعالي نبذ الحقد والكره، والدعوة إلى سيطرة المحبة على القلوب. لا تجعل الحقد والكره يسيطران على قلبك. يا مأوى يعني يأخذا، لا تجعلهما يأخذان قلبك بيتا لهما، البيت يعني المكان الثابت الذي تعيش، لا تجعلهما يسيطران على قلبك. بل طبعا عندما يقول هذا الأمر يتابع بأنه يعني يسعى إلى سيطرة المحبة على القلوب بدلا من سيطرة الخصام والكره والحقد. السؤال الرابع، إلى ما يرمز الطين في النص؟ بدأ العنوان بكلمة الطين، وبدأ الحديث في البيتين الأولين عن الطين. هنا لم يكن طبعا الشاعر يقصد الطين الموجود أو التراب، يعني الطين التراب المشبول بالماء، إنما يرمز كان إلى الإنسان المتكبر المتعالي على الآخرين، يعني كان يرمز إلى الإنسان، الفكرة هنا إلى الإنسان، هذا الإنسان طبعا الذي يحاوره الذي يتحدث معه هو متكبر، ولكن بشكل عام إذن يرمز إلى الإنسان الطين، لأن الإنسان هو الذي خلق من طين، والطين طبعا هو التراب الممزوج بالماء. السؤال الخامس، في النص مقارنة بين الشاعر وأخيه بينها. طبعا المقارنة هي مقابلة، الشاعر وأخيه، من هو أخيه؟ هو الذي يخاطبه، هو الذي يكلمه. وطبعا لقد أقام الشاعر مقارنة بينه وبين أخيه الإنسان لتحقيق هدفه من القصيدة، هدف من القصيدة إظهار أن الإنسان هو مساو للإنسان، ولا يعني الغنى والتكبر والجمال وأي شيء آخر لن يجعله من إنسان أفضل من إنسان آخر. ومن هذه المقارنات، ما أنا فحمة وأنت فرقد، يعني أنا قارن بينه وبين الشخص الآخر، أماني من تراب وأمانيك من عسجد، أماني أنا من تراب لا قيمة لها وأمانيك من ذهب، أماني كلها للتلاشي وأمانيك للخلود المؤكد. أيضا أمانية كلها للتلاشي وأمانيك للخلود المؤكد. هنا يعني هل أمنية الشاعر تذهب وتختفي لا قيمة لها، وأمنية أخيه الغني، طبعا أخيه الإنسان الآخر، وليس شرط أن يكون أخ الشاعر، أن يكون أخا للشاعر هنا، وأمانيك للخلود المؤكد، أن الأماني التي تتمناها أن تبقى دائما وتتحقق دائما، أدموعي خل ودمعك شهد، أدموعي الخل، طبعا الخل هو الشيء المالح يعني الذي لا يقترب منه أحد، ودمعك شهد، الشهد هو العسل، هو الشيء اللذيذ.
ابتسامي السراب وابتسامك إلى آخره، طبعا ابتسامك شيء مهم وابتسامي لا قيمة له. كل هذه المقارنات طبعا التي استعملت وسيطرت على معظم أجزاء القصيدة أراد من خلالها الشاعر الدعوة إلى عدم التكبر. عندما وضع هذه المقارنات بوجهي أمام بعضها البعض، هنا كان يدعو إلى عدم التكبر وإلى المساواة بين أبناء الجنس البشري، لأنه لا فرق بينهم في العاطفة والأحلام والمنشأ وحتى الممات أيضا. السؤال السادس، أشر إلى الطباقات والمقابلات وبين دورها. طبعا الطباقات والمقابلات يعني الأشياء المتقابلة التي تكون ضد بعضها البعض. هنا في القصيدة برزت هذه المقابلات والطباقات في أماكن متعددة، لأنه كان يقابل نفسه، أو يعني نفسه كإنسان متواضع كإنسان عادي بالإنسان المتكبر، وبالتالي ظهرت هذه الفوارق وهذا التناقض بينهما. فنقول هنا أن برزت الطباقات والمقابلات في أماكن متعددة من القصيدة، من خلال البيت الثالث مثلا، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد، والسادس، أماني من تراب وأمانيك من عسجد، البيت الثالث عشر، أدموعي خل وخل ونوحك سؤدد، وغيرها. كل هذه المقابلات والمقارنات كان الهدف منها إظهار نظرة وموقف الغني المتكبر من الفقير المسكين، يعني إظهار هذا التناقض بينهما في السلوك، في النظرة إلى الأمور. السؤال الأخير، السؤال السابع، اكتب البيت الرابع كتابة عروضية محددا بحره والجوازات والقافية والروي. هنا وكسى الخز جسمه فتباهى وحوى المال كيسه فتمرد. طبعا التفعيلات كانت بهذا الشكل، فاعلات مفاعل فعل فاعلات فاعلات مفاعل فاعلات. هذا البحر من البيت نظم على البحر الخفيف، جوازاته جاز في فاعلات أن تأتي فاعلات، لأن أصل البحر فاعلات، مستفعل فاعلات، ومستفعل جاءت مفاعل. هي في الأصل تفعيلة مستفعل جوازها متفعل، ولكن متفعل غير متداولة يعني، فتقلب إلى مفاعل. الروي هنا الدال الساكنة، والقافية مرد مرد تسمى مقيدة. القافية تسمى مقيدة عندما يكون أو تكون الحرف الأخير ساكنا، تسمى القافية قافية مقيدة.